مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم. صحة رمضانكم، صحة صيامكم، وتصوموا بالصحة والخير والهنا. ونشكركم على يعني الوفاء دائما لحصص الشروق ولبرنامج بانيك في كلينيك. الدروس راهم دايرين حالة في الشعب هاد الأيام، حاجة باينة، هذا متوم، هذا بوراك، هذا قلب اللوز، هذه زلابية. المهم بصحتكم، بالصح غير بالشوية على فمكم ودروسكم. الكلاوي عندك ملاح؟ نورمال مداري ديري لا مارش. تفضل جامي شكيتي من الهم ولا ضحيتنا كلاويها نورمال. وهذا هو الصح. اشربي يا لالا، اشربي وزيدي شربي من بعد ونشوفو. ها شربي شربي وجدلي لو بوكس. ها يلا لطول اللي هي تريح شويه، ديري راسك لهنا، شو دي مينيت ونشوف عينيك. فوالا كي يبداو يحمروا عينيها هذيك تيريحي لهنايا 10 دقائق نولي نشوفك. وجد لي لو بوكس نخليوها ترتاح ونروحوا نوجدوا رواحنا للعمليه الكبيره ديالنا. ريحي مدام، ريحي كاين والو، ريحي ما تزغديش، خليك هكا دوك يجي بروفيس. ضحية تاعنا راها قاعدة براحتها وتكونيكتي مع أحبابها وتحكي مع أحباباتها وتقولهم يا درا واش طيبتونا الفطور اليوم؟ أنا شطلح واحد لاغوسات في شروق بنا وقيلا نديرها اليوم. يا ولدي تبني براحتك واحكي براحتك ومن بعد نعتولك. وحنا نقولولك اليوم نطيبوك على النار هادية. واش يسنى فيك؟ طبيب مختص يدعى سعد مهداوي متهم بسرقة أعضاء المرضى وبيعها. الطبيب وحسب بيان وزارة الصحة الذي تحوز وشروط اليهود على نسخة منه يقوم بتلميم المرضى الوافدين على عيادته من أجل العلاج عن طريق كوب من الماء. ضحيتنا دير سمعت اسم الطبيب تاعنا وشافته الريزو راح لها من راسها، ما خلات حتى واحد ما بعثتلوش ميساج. وانا متاكد باللي راها دارت ستاتي في الفيسبوك ديالها وكتبت اجروا لي كلاويه في خطر. الخوف سيطر عليها وخلاها ما تعرفش واش تدير. الدق دق 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 في الباب وحد ما حب يفتحها. عرفت بلي اليوم النهاية تاعها. خلاص عقلها طار من رأسها وبدات ترعد. منش مليحة منش مليحة، كاين واحد لها كلينيك في القبة. ياك أعطاني نشرب هاد العفسة هكا ودوكا دارو فلاتي اللي قال لك يتاجر بالعفسة هذوك تاع الأعضاء ولا ما على باليش. كلينيك في القبة مانيش قادرة، نعطي لك النيميرو تاع ماما عيط لها جري ليا. حتى قاعد صبر انا علاش جابتني لهنا. على بالك راك يشربوا الضوء دوك. ريحي ريحي دوك طيحي. لا 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 عيط لي خليني نخرج. عيط لي حوري. ريحي مدام ريحي. شكون صبرينا ما كناش انا. ريحي ريحي دوك طيحي. ما كانش صاحبتك راحت صاحبتك ما كانش. خليني نخرج.
كاميرا كاشينا. نقولوا لا ما تخلقيش، رانا كنا غير نضحكوا معاك، وهذه ما غير كاميرا كاشي بانيك في كلينيك. رمضانكم و طيحوني في كاميرا كاشي، ما كنتش كامل نيماجيني فيها هكذا. بون يعطيكم الصحه وصحه فطوركم وصحه رمضانكم.